فعلا الوقت هذا المعلومات الطبية متوفرة في كل مكان. الطبيب مهمته طبعا يفلتر ويساعد ويوجه المعلومات يساعد طبعا الناس، ولا الآن معلومات بالعكس احنا نؤيد الإنسان يقرأ في الطبية المعلومات يحصل عليها، ودورنا نساعده في كيف نوجه المعلومات هذه بالطريقة بالشكل الصحيح أو أننا نفلتر المعلومات معهم. صحيح. فقر الدم طبعا هو كثير ما يخلط بين كلمة فقر الدم ونقص الحديد. هو طبعا نقص الحديد أحد أسباب فقر الدم. فقر الدم هي المظلة الكبيرة، تحت يدخل نقص الحديد، نقص الفيتامينات، أي نقص في أي عنصر أساسي في الدم هو عادة يكون فقر في الدم. ففقر الدم هي الكلمة الكبيرة، نقص الحديد هو أحد أنواع فقر الدم، فهذا توضيح في البداية. فقر الدم طبعا قد يكون بسبب نقص فيتامينات، قد يكون لأسباب وراثية مثل هذه اللي يبحث عنها في فحص ما قبل الزواج، قد يكون فقر الدم من بعض العناصر الجسم تنقص نتيجة عدم تكوينها بشكل كافي اللي هي غالبا فيتامين دال. نقص الفيتامينات بسبب عمليات مثلا الجراحية، عمليات السمنة مثلا تؤدي لنقص بعض الفيتامينات وبعض العناصر الأساسية في الجسم. عندنا كذلك ممكن يكون بسبب النزيف اللي يحدث، إما النزيف الشغلة اللي هي في الحالة الطبيعية عند مثلا تشد الدورة الشهرية، أو يكون نزيف لسبب آخر إصابات ولا غير كذا، أو كالرعاف أو نعم، أو يكون نزيف بسبب مرضي. فهذه كلها أنواع متعددة، وطبعا كل واحد له طريقة معينة في التعامل معها. جميل. اليوم تكلمنا عن نقص الحديد. نقص الحديد هو نقص مخزون الحديد، لأنه في التحاليل يقول لك أبغى تحليل مخزون الحديد. مخزون الحديد أحد مراحل نقص الحديد، يعني ممكن نقص الحديد إذا صار في نقص في الهيموغلوبين مثلا ممكن يكون مخزون الحديد تم استعادته عن طريق أخذ العلاج، لكن اللي هو الحديد اللي يجري في الدم ولا الحديد اللي هو في الهيموغلوبين يشمل إيش أهمية الحديد؟ كريات الدم الحمراء هذه هي اللي تحمل الحديد وتغذي فيها أنسجة الجسم، هذا الهدف منه. فأي خلل في كريات الدم الحمراء ولا في الهيموغلوبين نقصه ينقص وصول الأكسجين إلى الأكسجين والعناصر الغذائية إلى باقي الجسم، فلذلك يتكون موضوع فقر الدم عندنا. فاللي يحدث عندنا عندما يحدث فقر الدم يترتب أي شيء متعلق بحمل الأكسجين للجسم، مثلا اللي هو الكتمة، الواحد قال عندي كتمة تكون مسبب عدم نقص الأكسجين عدم وصوله. فعلى المدى الطويل ما يحدث أنه ينقص حتى مخزون الحديد. ممكن مخزون الحديد يكون كافي ليكون دم الهيموغلوبين ناقص بس مخزون الحديد طبيعي، لكن في المراحل مخزون الحديد ما يكفي فيبدأ يستهلك جزء من مخزون الحديد، وهذه مرحلة متقدمة تعتبر.